فلما بعث الله سبحانه وتعالى النبي وأقام البرهان على صدقه بالمعجزة وهو القرآن، إذ تحداهم به صلى الله عليه وسلم ومر أكثر من 20 سنة ولم تستطع العرب أن تأتي بمثله ولا بعشر آيات، فقامت الحجة أن محمداً رسول الله، وجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أوجب طاعته منها آيات في القرآن ومنها إخباراً منه صلى الله عليه وسلم. فأصل السنة حجة على الخلق في اتباعها،